لن نبتعد كثيرا عن هذا المجال، لكن المجال الموازي له على ما يبدو مرتبط بعمل كثير من المنظمات التي تنشط تحت مظلة ما يعرف بالعمل الحقوقي أو المعني بحقوق الإنسان، وهو المقصد النبيل كما يروج له كثيرا، لكنه من باب أولى يقتضي الالتزام بمعايير الموضوعية والحيدة في تناول واعتماد الأدلة قبل توجيه أي انتقاد أو لوم لأي دولة أو حكومة. على الأقل هذه المعايير لا يبدو أنها وتحديدا في العقد الأخير تنطبق على آليات العمل المنتهجة من قبل منظمة Human Rights Watch، والتي افتقرت وفق كثير من المراقبين للعمل الحقوقي لمعايير الموضوعية في تقاريرها. ليس فقط نحن بل نطلق هذا، بل إن الأمر امتد إلى تقارير صحفية غربية تتحدث مثلا من بينها صحيفة نيويورك تايمز عن اتهامها بعدم القدرة على جمع أدلة، أنها لا تعترف بالأخطاء، واختلقت في أوقات كثيرة أحداث وأكاذيب من مصادر غير موثوقة. وفي أحيان كثيرة لعلكم تابعتم مثلا ما كانت تعكف عليه الهيئة العامة للاستعلامات من ردود على بعض التقارير التي كانت تقدمها تلك المنظمة عن الواقع الحقوقي في مصر، وحجم التفنيد أو حجم الأكاذيب التي جرى ترويجها وتفنيد هذه الأكاذيب عبر أدلة، أو الإشارة إلى مدى ضآلة ما كانت تلتجئ إليه هذه المنظمة في تقاريرها. الأستاذ بلال منظور، البحث في المركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ بلال، أهلا وسهلا بحضرتك. ما هي طبيعة الاستراتيجية أو آلية العمل المتبعة في منظمة Human Rights Watch عند إصدارها تقارير يخص الشرق الأوسط؟ في الحقيقة لو احنا هنفند التقارير اللي بتصدر عن Human Rights Watch أو أي من التقارير سواء للمؤسسات التابعة أو مراكز الفكر التابعة لجماعات الإخوان، هنجد ان هي معيار البحث فيها هو بيشوبه نوع من الخلل. دوت بيبان بصوره جليله جدا في المنهجيه والمصادر والمفاهيم اللي بيتم الاستناد عليها في اعداد التقارير ديت. التقارير عامه الحقوقيه بيبقى ليها منهجيه معينه، المنهجيه ديت بتخضع لبروتوكول اسطنبول الصادر عن الامم المتحده سنه 99، واللي بيقول ان في حاله وجود شكوى لحالات تعدي على حقوق الإنسان بيتم التقصي عن الحقائق. التقارير بتاعت Human Rights Watch وكثير من المنظمات أو المراكز الفكر واللي بتصدر عنها تقارير لحقوق الإنسان في الوقت الحالي افتقرت للجانب دوت، وده جانب مهم جدا، وتم وضعه في بروتوكول اسطنبول على أساس أنه هو يكون المحدد في معرفة مدى حقيقة الوقائع أو الإدعاءات اللي بتقوم بها. الجانب الثاني هو المصادر. عملية مراكز الدراسات اللي بتقوم بإصدار التقارير ديت تمكنت من ان هي تتوغل في ان Human Rights Watch ومثلها من بعض المنظمات الحقوقية الدولية بقت بتعتمد عليها بدون الرجوع الى نوعية المصادر اللي التجأت لها مراكز الدراسات ديت. ففي تقرير سابق لسه يعني كان صادر من فتره قريبه افتقر لجميع المصادر، وهو بيصفو او ان هو بيشوف نفسه ان هو عايز يبقى مصدر اولي للمعلومات، ولكن دوت غير خاضع لادبيات البحث العلمي او ادبيات اعداد التقارير بشتى الطرق. يعني مش بنتكلم على التقارير الحقوقيه بس، انما بنتكلم عن اي تقرير بحثي وعلمي بيتم صدوره والالتجاء اليه كمصدر للدراسه حتى المصادر. استاذ بلال، هو ما تقوله حضرتك يدفع بالضروره للسؤال حول الخيط الفاصل بين العمل الحقوقي او النظر الى العمل الحقوقي والانخراط في عمل سياسي، لانه في تقارير عديده في العشريه الاخيره لهذه المنظمه كانت تركا الى شهادات فصيل معين او اطراف لها علاقه بايديولوجيه بعينها وتبني عليها كما لو كان الامر مرتبط بشهادات موثقه على الارض. بالظبط، وهي ديت ان التوغل في المؤسسات الدوليه ديت حصل من خلال اعتمادها على مصادر مش بتتحقق من الموضوع، مش بتحقق من حقيقتها، سواء في العمل المنهجي بتاعها افتقار للمنهجيه، افتقار للمصادر. وفي جانب ثالث برضه بنتكلم على الاطار المفاهيمي، ودوت مهم جدا في تعريف التقارير الحقوقيه او اي للدراسات عامه دي في ادبيات البحث العلمي. يعني حاجه شيء عام، شيء تم مثبت عليه في ادبيات البحث العلمي عند اعداد اي دراسه او اي تقرير، هناك مفاهيم، اطار مفاهيمي بيتم الاستناد اليه. معظم تلك التقارير في الفترة الأخيرة مش مستندة إلى إطار مفاهيمي، سواء المفاهيم اللي صادرة عن الأمم المتحدة أو الموسوعات العلمية، الموسوعة البريطانية على سبيل المثال، ديت كلها ما كانتش متوفرة في التقارير لو احنا عملنا لها عرض وتفنيد بحثي في الفترة الأخيرة. فبالتالي الثلاث عناصر دولت بشكل أساسي بتستند إليها مصداقية عمل التقرير البحثي،
تقرير علمي بتفتقر الى الجانب المصادر، سواء حتى لو مصادر ثانويه او يريد ان يكون مصدر اولي تستند اليه المؤسسات الاخرى في اعداد تقاريرها، بيتم وفق منهجيه معينه يعني مش موجوده في التقارير السابقه ديت وافتقرت اليها بشكل كبير. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ بلال منظور الباحث في برنامج العلاقات الدوليه بالمركز المصري للفكر والدراسات، اشكر انضمام حضرتك الينا، شكرا جزيلا.